فما حدا يحطم نفوس ومعنويات أمتي العربية، إنما يحصل هو مرحلة ما قبل الازدهار الذي سيراه أحفادنا إن شاء الله، وسنعود لقيادة العالم حضاريا كما قدناه. هذا ما حدش بسمعه اليوم ولا بحكي فيه، إحنا مش قدنا العالم 500 سنة، خمس قرون ما حدا بتسمعها لا بالإعلام الغربي ولا الإعلام العربي، أن هذه الأمة كانت أساس الحضارات، أساس العلوم، أساس الثقافات، أساس الاختراعات. صحيح، جيد. أنت نحن أمة عظيمة. صحيح. أرجوك من موقعك نحن نؤمن ومن على موقع ذلك. هذه نعم. المحطة العظيمة نعم. أن نبعث الأمل والثقة، لأنه بدون الأمل والثقة ما في إبداع.